اهلا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل. اليوم جميل يا رب. حياتي انا الطعمة دي انا مين؟ ايه شوشو صح فظيعة. هو فين ابوها؟ مش جاي ولا ايه؟ يا سلام، هو انا وزينة مش مكافينك ولا ايه؟ لا كفاية طبعا، بس بيقولوا له يصبر عليا اما اشوفه. اهلا يا روح ماما. ازيك يا ماما؟ لحقت تنام شوية ولا فضلت تحكي مع السنكوحة بتاعتك؟ هنبتدي بقى. يلا يا بنتي نخش المسرح عشان نلحق مكان. ارمي البتاع اللي في ايدك دي، قلت لك 100 مرة بطلها، هتموت ناقص عمر. ساتر عليكي، في أم تقول لابنها كده في وشه؟ بس يا ماما بقى الناس حوالينا في كل حتة. خلاص شوفي الممرضة بتاعت أبوكي عايزة إيه. ماشي طيب يلا يا زينة. يلا. أهلا أهلا، بس أنا معرفك عليه. أهلا أهلا، ازيك دكتور؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ازيك انت مياده؟ وحشتيني. وحشتيني يا دكتور. وانت كمان، اوعي تكوني نسيتي المدرسه اللي تربيتي فيها دي. طول عمرها ما لهاش سيره في البيت غير الدكتوره شهيره وبس. حبيبه قلبي، تربيه ايدي. الباشمهندس طارق نصار اللي حيدني الاكستنشن بتاع المدرسه. اكرم ابني خريج حقوق وبزنس مان، وعنده مجموعه كافيهات اكيد انت واصحابك بتقعدوا فيها. ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا منورنا. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. شفت الطعامه؟ مش المرقبه اللي انت عايز تتجوزها يا ماشي يا ماما. هدور على ايه؟ عن اذنك روح. مس حنان من فضلك شوفي لي المسرح جاهز ولا لسه. استني انت يا مس حنان، هشوفه انا. الله، دول جم هم كلهم. يا حبيب قلبي، طالما جميلة قافلة التليفون تبقى في الشغل، هتخلص تيجي على المدرسة، واحنا أول ما نخلص هنجي لك نقضي معاك اليوم. لا 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 لا، أنا عايز جميلة جميلة جميلة، عايز أكلمها. يا باشا يا باشا، هي لما تفتح تليفونها هتعرف إن احنا كلمناها، هتتصل بيك على طول كده. أيوه امسكي امسكي امسكي. الو، ايوه مدام ايه. معلش، اصلي من ساعه ما الدكتوره ما نزلت وهو ما فيش على لسانه غير جميله، مع انها ماشيه من عنده بالليل متاخر. طيب يا الفت، خدي بالك منه، واحنا اول ما نخلص هنيجي على طول، وانا هبعت لجميله علشان اول ما تفتح الموبايل تكلمها. باي باي. في ايه بابا؟ ماله؟ قلب الدنيا على جميله. تعالي. بقول لك يا ألفت، اسمعي اللي هقول لك عليه كويس. اقفلي الباب وتعالي لي بسرعة عشان في حاجة مهمة عايزة أقولها لجميلة، وأنت اللي هتقولي أقولها، فاهمة؟ حاضر. بسرعة. بس كده كده أصلا لو فتحت تليفونها هتعرف إن إحنا اتصلنا بيها، هتيجي معاهم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.